نموذج فريدمان يفترض أن الكون هوموجينيوس وايستروبيك ديستريبيوشن اوف ماتر اند انرجي، وطلع مع الاكسباندينج يونيفرس، تذكرون المحاضرة الماضية وقبلها، وتبين لنا أن هنالك ايش ثلاثة حلول ممكنة، اللي هي الكلوزد يونيفرس والفلات يونيفرس والاوبن يونيفرس، وذكرنا أنه كل واحد منها مرتبط بالرو اللي هو معدل كثافة المادة والطاقة في الكون. لما تكون رو أكبر من رو سي بتيجي كلوز، من تكون رو إيكوال رو سي فلات، ومن يجي أوبن إذا كانت رو أقل من رو سي يجي الفلات موديل. طبعا بموجب ذلك، كذلك ذكرنا وعلى هامش ذلك قانون هابل اللي هو زين الـ velocity of the galaxies is proportional to، نقول galaxies are receding away from the from each other، والسبب كما يظهر من معادلات فريدمان هو تمدد الفضاء ما بين الجالاكسيز. يعني هذا كونسبت مهم، أن الكون لا يتمدد بمعنى الأشياء اللي بداخله تكبر. يعني ممكن واحد يقول طيب هذه الكرة الأرضية تزداد حجمها مع تمدد الكون بسبب زيادة قطرها من نصف قطرها؟ لا، المسافة بين الأرض والقمر هل تزداد بسبب توسع الكون؟ لا. هل ليش؟ لأنه تبين أنه هذه النقاط هي gravitationally bound. gravitationally bound يعني متآصرة بواسطة قوة الجاذبية. اللي يتمدد هو الفضاء space نفسه between what between the galaxies. يعني الجالكسي الواحدة هي نفسها is gravitationally bound system، ولذلك حجم الجالكسي ما يكبر مع توسع الكون. وهذا الفرق، هذا هو الفرق الحقيقي بين عندك بالون عليه نقاط حمراء أو سوداء لتنفخوا، ها النقاط تتباعد عن بعضها، لاحظ، بس بنفس الوقت النقطة نفسها تكبر. ولذلك نقول الانالوجي مال البالون هي انالوجي تقريبية، محاكاة تقريبية هي، ليس اولا هي 2 dimensional وليس 3 dimensional surface. البالون ننفخ بالون هو 2 dimensional surface وليس 3 dimensional. ثانيا النقاط اللي عليه اللي هي على اساس هي الجالكسيز راح يزداد حجمها. هذا هو البالون، هذا simple 2 dimensional. فأنت من تنفخ البالون يكبر كمان حجم النقطة نفسها تكبر. في الكون لا يكبر حجم النقطة الحقيقي، وإنما تزداد المسافة ما بين النقاط هذه بسبب توسع الفضاء نفسه. طيب تكبر المسافة بينهما بدون زيادة حجم المجرات نفسها. ولا الكواكب، ولا الكواكب، ولا النجوم، ولا ما لأن هذول gravitationally bound system، يعني القوة الجاذبية نسبيا إلى نسبة القوة الدافعة لتمدد الكون، القوة الجاذبية أقوى كثيرا تعتبر بالباوند سيستم. اوكي، فاليوم نجي الى الموضوع الرئيسي في هذه المحاضرة. الموضوع الرئيسي هو البيج بانج ثيوري، او ما سمي نظرية الانفجار العظيم. فانا لانه بها الحقيقة ارقام كثيرة دا اشرحها بشكل اولا بشكل مبسط، وثانيا لانه في ارقام قلت الافضل احطها على الباوربوينت او اجيب الباوربوينت وأعرضها لكم.
اللي وضع هاي الثيوري شخص اسمه جورج جامو كما ذكرنا ايضا بالمحاضره السابقه، وتعاونوا معه اخرين طبعا مو وحده. كان الهدف اساسا هو ان نفهم لماذا تكون نسبه العناصر في الكون، العناصر الطبيعيه يسموها في الكون، يوجد 92 عنصر، 92 عنصر اخفها الهيدروجين واثقلها اليورانيوم. النسب انه الهيدروجين يشكل 76% تقريبا من الكون بالمعدل، ها يعني في مناطق بيها كثير وفيها قليل بس بالمعدل 76%. الهيليوم 23% تقريبا، وبقية 90 عنصر من 92 1%. والحقيقة بعدين جامو تساءل لماذا هذه النسب كيف؟ فشو عمل جامو؟ جاب نظرية النسبية العامة زائدا الثيرموداينامكس والستاتستيكال ميكانيكس زائدا ما نعرفه من علم البارتيكل فيزيكس زائدا والبارتيكل فيزيكس بالضبط، وهذه كلها حطها امامه على الطاوله وقال لك خلينا نفترض ونبدا من حاله معينه للكون، بما ان الكون حسب ما اكتشف انه يعني يتمدد فقد كان في الماضي اصغر، وفي الماضي السحيق أصغر كثيرا، وكلما كان أصغر لابد أن درجة الحرارة كانت أعلى. فخلينا نبدأ من نقطة ما، من مكان ما بدأ هو قاموا. هاي الأوراق راح أعطيكم إياها بعدين يعني السلايدر. بدأ من 10^12 كلفن، وفي زمن هذا يجيب زمن تقريبا 10^4 سكن، يعني لما كان عمر الكون واحد على 10,000 من الثانية وكانت درجة حرارته 10^12 كلفن، زين كان افترض قامو وجماعته أن الجسيمات في حالة الثيرمال إكوليبريم. وما معنى الثيرمال إكوليبريم؟ يعني كمية موجودة من الطاقة هائلة طبعا، لأنه تي 10^12 فثابت بولتزمان كي في هذه التي بتعطيك كمية الطاقة المتوفرة هائلة. ممكن أن تتولد جسيمات ومضاداتها، الجسيمات ومضاداتها، فتوجد بوزيترونات وإلكترونات وتوجد بروتونات وأنتي بروتونات ونيوترونات وأنتي نيوترونات وكل الجسيمات، بايونات وأنتي ميزونات أنتي ميزونات كلها موجودة وجاية إيش تتحول من طاقة إلى مادة، ومن مادة بعدين تصير طاقة، فهي عملية pair creation and annihilation، عملية مستمرة. هذا هو اللي يسمى ثيرمال إيكوليبريم، هذا ما نقصده بالثيرمال إيكوليبريم. فبارتيكلز ار ثيرمال إيكوليبريم، pairs of particles and antiparticles were continuously created and annihilated. Temperature drops as the universe went expanding. أيوة هسه لما بما أن الكون عمال يتمدد فدرجة حرارة تنزل، لما تنزل درجة الحرارة ما توفي عاد الطاقة المتوفرة، ما هو الطاقة يكون كي تي لما تنزل أو 3/2 كي تي بالنسبة لها، فإذا نزلت الحرارة باختصار يعني approximately كي تي في الوردر كي تي نزلت، معناته لم تعد هنالك كمية كافية مثلا لتوليد الجسيمات الثقيلة، وباختصار تبدأ الجسيمات الثقيلة بإيش؟ بالخروج نسميها من الثيرمال إيكوليبريم، تطلع عاوز، وهكذا تستمر العملية
وكل مره يصير عندنا دي كابلينج، يسموه دي كابلينج يعني خروج او فك ارتباط من الثيرمال ايكوليبريم لنوع معين من الجسيمات. دائما طبعا بالاول الجسيمات الثقيله تطلع من الايكوليبريم، وبعدين فالاخف وهكذا حتى اخر شيء تصل الى الالكترونات والبوزيترون. في الواحد على مئة من الثانية الأولى ممكن تقول إنه يعني درجة الحرارة كانت 10^11 كلفن، والبروتونات والأنتي بروتونات والنيوترونات والأنتي نيوترون اللي هي قريبة من بعضها بالكتلة تطلع عندئذ بأول 1% مثلا تطلع من الإيكوليبريم، من الثيرمال ايكوليبريم. طبعا هذا كله وراء حسابات ومعادلات، الحكي هذا نتائج دامته. عندما يصير عمر الكون 10 ثانية تصبح الحرارة 3^10 كلفن. النيوترونات يصير بها ديكي تحلل الى بروتونز، وطبعا الكترونز الى بروتونز والكترون وانتي نيوترينو تعرفوها. لا يعني في القاعده ان النيوترون الحر ممكن ان يتحول، النيوترون يتحلل الى بروتون زائدا الكترون زائدا انتي نيوترينو بالبارتكل فيزيكس. اوكي تصبح نسبة البروتونات، إذا معناتها البروتونات يزداد نسبتها، فصير 63%، والنيوترونات تصبح 38%. في الثانية الأولى من الكون، عمر الكون، يكون درجة الحرارة 10^10 كلفن، ويقل الريت اوف برودكشن of E plus E minus البوزيترون والإلكترون، وتصبح نسبة البروتونات 76%، والنيوترونات 24%. بعد 14 ثانية من عمر الكون تصبح الحرارة 3^10 يعني 3 بليون، في 10^8 لا في 10^9 3 بليون كلفن. الاي بلس اي ماينس برودكشن يتوقف عندها، والنيوترونز كونتينيو تو ديكي انتو بروتونز الكترونز اند انتي نيوترينو، والنيوترونز يصبح نسبتها 14%، بينما البروتونات 86%. يصبح شوف زاد بعد 3 دقائق من عمر الكون تصبح الحرارة 900 مليون كلفن، يبدأ عاد تكون اللايت نيوكلياي، يعني تتكون الديتيريوم والتريتيوم من الهيدروجين، بروتونين يلتحمون أو بروتون ونيوترون، أول بروتون ونيوترون يلتحمون يشكلوا لك نيوترون، وإذا جاهم نيوترون ثالث يصيرون تريتيوم النظير الثاني الثالث للهيدروجين، الهيدروجين والديتيريوم ثم النظير الثاني للهيدروجين. البروتونات يصبح نسبتها 87%، البروتونات والنيوترونات 13%. هنا تقريبا تقدر تقول انه الناتشرال ابندنس النسبه الطبيعيه للعناصر قد حددت في هذه اللحظه في هذا الوقت. طبعا هذول لا زالوا ايش وتتشكل ايضا نوع ذرات الهيليوم، فيصير عندك هيليوم وهيدروجين ونظائر الهيدروجين ونظائر الهيليوم. في الدقيقة 35 تيكو 35 تايم
درجة الحرارة تبلغ 300 مليون كلفن، ويتوقف إنتاج الإلكترون بوزيترون. لأن ليش كمان؟ لا، الأنيشن سوري يستمر، الأنيشن يستمر، لأن الأنيشن ما يحتاج درجة حرارة هو أصلاً يعني، بس ينتقي إلكترون بوزيترون يروح صاير إشعاع، صار إشعاع. بس لكي تولد إلكترون بوزيترون لازم تحتاج مينيمم إنرجي كما تعلمون بحدود 1 GeV، يعني 511 1 MeV 1.05 مظبوط 1 MeV، لأنه تحتاج أصلا نصف MeV لكل تقريبا لكل فهنا فيرست هيدروجين. بعدين بالدقيقة هاي 35، لا بعد تايم 300,000 سنة تقريبا، زين 300,000 سنة تهبط درجة الحرارة إلى 5000 كلفن، وتتشكل في هذه اللحظة أولى ذرات الهيدروجين والهيليوم. ذرات يعني شنو ذرات؟ يعني تجي الإلكترونات ترتبط بالنواة. ليش؟ لأن درجة الحرارة أصبحت منخفضة نسبيا وما في ionization بعد. When photons with energy corresponding to the binding energy of each atom are released. يعني هسه هذه نواة ذرة مثلا معينة أي مكان، هيليوم أو تريتيوم، أو يجي الإلكترون يرتبط بها. من يجي الإلكترون الحر ويرتبط بها راح يطلع عندك فوتون. ليش؟ لأنه البايندينج إنرجي تطلع، البايندينج إنرجي هاي البايندينج إنرجي راح تصدر كإشعاع الحقيقة يملأ الكون، ويتحول الكون فجأة من معتم وأشرقت الأرض بنور ربها إلى مضيء بعد أن كان معتما، لأنه عندما يكون مؤلف من جسيمات متحركة بسرعة عالية فيكون معتم، مثل ما هسه هاي القاعة. هسه أنتو 6 إذا شلنا الطاولات وقلنا لكم اركضوا من الحيط للحيط بسرعة عالية، سرعة عالية كثير، زين أي واحد يجي من الباب يطلع يشوف القاعة مليانة ناس، مليانة ناس شنو يعني؟ إنه أشياء متحركة. فأنت من تنط من هالحيط لهالحيط بعشر ثانية أو 1/1000 من الثانية دوام الإبصار بالنسبة له، تعتبر أنت سد الشاشة يعني. وهكذا أي 6 أشخاص ممكن يعني يعبوا هاي القاعة، زين تبين أوباك يعني غير شفافة. لو أطلقت أي شيء جسيم أو شعاع أو كذا سيصطدم، معدل الاصطدامات يكون كلش عالي بسبب إنه هاي رايحة جاية. لو واحد يرمي حجر مثلا لا تصيب واحد بالتأكيد، يعني كيف ما يرمي من الباب ضرب حجر واحد راح تصيب واحد من الرايحين والجايين أكيد مؤكد يعني. بينما لو يتحركون ببطء فاحتمالية الإصابة كلش ضعيف. فلما لو أنتوا 6 كل واحد جاء مسك صاحبه صرتوا 3، فصار صار صار الفضاء إيش؟ ترانسبيرنت. هاي اللحظة اللي تحول بها الكون من حالة الأوباك إلى حالة الترانسبيرنت. تشوفون هذه جسيمات لا توجد ذرات، ليس ذرات هون صارت الذرات. فصار شغلتين، أولا تحول الكون من أوباك إلى ترانسبيرنت، وثانيا أصبح عندك انطلق إشعاع من مليارات الذرات، مليارات المليارات المليارات من الذرات التي تألفت
انطلق هذا الإشعاع في الكون وأصبح يمشي بسرعة بدون أن تعترضه، لأن الكون صار فارغ فجأة بدون أن يعترض طريقه شيء. زين، خلي أمسح هذا لأنه ممكن يخرب تشوفون سلايد كبير. The universe became transparent. Photons were released from the newly formed atoms at temperature of about 5000 K. بالمناسبة في حسابات أخرى تأخذ الفيسكوسيتي إلى آخره بنظر الاعتبار ويطلع بحدود 2500 كلفن. يعني هاي مسألة ما في داعي ندق عليها كثير هنا، أنا سواء كانت 2500 أو 5000 مش نوت بيج ديل، نحن نحكي بالكونسيبت. فهذه طلع عندنا بلاك بودي سبيكتروم اوف كوزميك اوريجين. لاحظ هذا المهم، انه لما اندفع هذا الاشعاع من الذرات، هذا الاشعاع هو عباره عن بلاك بودي سبيكتروم لان اصله ثيرمال وليس من نقطه معينه في الكون، وانما في الكون كله زي ما تكون بسونباث. بالسونباث بالمناسبه ما في مكان معين تطلع، هي فيه، بس انت تخيل حياطين والسقف والارض كلها سخان، ماكو. فالغرفه مملوءه بايش؟ بالراديشن، بالثيرمال راديشن، دون ان يكون لها نقطه معينه مصدر صادر عنه. مش زي ذيك الدفاية مبينة، ذيك الدفاية هي مصدر. فايش راح تعطيك؟ راح تعطيك homogeneous and isotropic radiation. سميت هذه الكوزميك مايكروويف background cosmic microwave background radiation CMBR. بعض الكتاب يشيل radiation يعتبرها يعني هذا يعني يقول سي ام بي يسموها، بس ممكن نسميها سي ام بي ار ايضا، تحط حرف الار من راديشن. بعضهم يقول سي ام بي راديشن فيشيل الار هذه بس ما يخليها بالترم يعني. هذا السطح طبعا هو شنو؟ هسه انت عندك الكون كما قلنا المكاني مكانيا هو عبارة عن سطح كروي ثلاثي الأبعاد، سطح كروي ثلاثي الأبعاد. فهذا السطح الثلاثي الأبعاد اللي ده تنطلق منه الأشعة في كافة أرجاء الكون، في كافة أرجاء الكون، وإحنا الآن نستلمها. هو كان هيك قبل، الآن هو هيك. إحنا هون على أي نقطة هون في الكون ده نستلم هاي الأشعة اللي صدرت لما كان عمر الكون 300 ألف سنة قلنا، ولو بعضهم يقول 380 ألف سنة، مش مشكلة. هي 80 ألف سنة بعمر الكون شو؟ التيرمال كونسبت. فتصدر هاي الأشعة وأنت الآن، أنت هون الآن، هي لما صدرت كانت هون، أنت هون الآن، لأنه توسع الكون. مش قادر يتوسع، توسع ألف مرة، ألف مرة. أولى الحسابات تبع قامو وجماعته كانت تقول يعني هو حجم الكون توسع ألف مرة. لما تجي تحسبها بالريد شيفت، الخمسة آلاف كلفن راح تصير كم؟ تصير خمسة كلفن. أنت تقسمها على كم مرة توسع الكون؟ 5000 مرة. فال5000 كلفن فأول الأمر يعني نعطيكم شوية زيادة على التأكيد أنه هو حسبوه 5000، فتوقعوا أن تكون حرارة الكون بحدود 5 كلفن حاليا. بعدين ليترون بالحقيقة عملوا إعادة مراجعة للحسابات ولقوا أنه يعني هي مش 5 كلفن، وإنما لأن أصلاً هو 5000 هي مش 5000، هي 2700 بالحقيقة.
وبالتالي هي تقريبا 3 كلفن او 2.7 كلفن. بس هاي الحسابات صارت بالمناسبه بعدين، بعد 1965. هذا قام وجماعتي بحكي لكم عنه بدا شغله بال 48 وال 49 50، نشر هاي البحوث، نشر البحوث. وبال 65 سنجي عليها، اكو اثنين مهندسين لا على البال ولا على الحال، هذول قاعدين بشركة بيل لابوراتوريز للاتصالات، عندهم البيل لابوراتوريز ده تريد تطور اتصالات، فمن تريد تطور اتصالات لازم تعمل مسح للمصادر الكهرومغناطيسية، ما هو في مجرات تبعث راديو ويفز، في مجرات الشمس نفسها تبعث راديو ويفز شمس، فهاي ممكن تؤدي إلى تشويش على الاتصالات اللي عندك، يعني شركات الاتصالات والهذي تقع في مشكلة في الحالة. فقالوا أول مرة خلينا نسوي شركة بيل اللي هي كبرى شركات أمريكا في الاتصالات، كلفوا اثنين مهندسين تعالوا بنزياس وودسن اعملوا لكم هورن أنتنة كبير، هذا موجود بالصورة هون، هذا الهورن أنتنة اعتبروه ريسيفر وخلي يستلم كل الموجات الموجودة في الفضاء وشوفوا شو راح تحصلون. عملوا لنا مسح، هو لا على البال ولا على الحال، طلعت معهم اكتشفوا الكوزميك مايكروويف باك جراوند راديشن، اكتشفوه. كيف اكتشفوها؟ قصة الحقيقة صار معهم انه يسمعون في هس، شلون يشغل شريط مسجل فاضي ما يطلع معاك هس، ثم طلع هس. منين اجى هس؟ اول مرة قالوا من الالكترونيات، يعني نفس الالكترونيات الجهاز تولد هس. فحصوا وحطوا فلترات مدري ايش، طوروا فلترات ما نفع الهس موجود. بعدين في ناس قالوا لهم هذه اذا تشوفوها الهورن انتنا، هذه نحن شفنا طيور تيجي توكر بيها، فهاي الطيور من تفوت جوه تعرف تترك فضلات الطيور ايش؟ دايلكتريك ماتيريال، فممكن اسوي لكم كاباسيتر بشكل من الاشكال، تسوي كاباسيتر من نوع ما بإحدى الزوايا بإحدى. راحوا طلعوا نظفوها ما خلوا، صح لقوا في فضلات طيور، صح نظفوها غسلوها كل شيء جاء الهس نفسه. بعدين قالوا لهم والله شوفوا يمكن انتم شغلتكم مش هينة، مش قضية طيور وما طيور، يعني في جامعة برينستون في اثنين ثلاث جروب بالحقيقة ناس دا يشتغلون على هذا، واحد اسمه ديكي والآخر اسمه بيبلز، جيم بيبلز، وهذول صار لهم سنوات عمال يدورون على الكوزميك مايكروويف باك جراوند راديشن لتوقعها قاموا وجماعتي، فاحكوا معاهم تلفون او روحوا عليهم شوف. والله حكوا على التلفون قالوا لهم شو القصة شو هاي، حكوا مع ديكي، وديكي هذا الرجال خطية صار له 10 سنين يشتغل ويعمل اجهزة وسجل براءات اختراع باجهزة وفلترات بالالكترونيات، يعني لاكتشاف الكوزميك مايكروويف باك جراوند، وحط يقال اعتقد 100 مليون دولار صارف على الشغل. فقالوا له احنا هيك بالضبط وجدنا، قال لهم طيب التردد الطول الموجي الفريكوينسي هذا، قال لهم هيك خلص، يعني انتم اكتشفتوا الشيء اللي بدنا نكتشفه من زمان بدنا نكتشف هذا الشيء، وهذا هو الكوزميك مايكرويف باك جراوند راديشن، وضيعتوا علينا الفرصة.
بعدين دققوا الموضوع تبين نعم هو يعطيك الثيرمال سبيكترام وكل شيء مثل يعني مثل ما متوقع في نظرية جاوس. فللأسف الشديد منح بنزياس وولسن جائزة نوبل عام 78، وذهب كما أقول في إحدى كتبي بيبل ومنه الآخر قلنا ديكي، ذهب ديكي وبيبل يدرسون الحصرون، وذولاك أخذوا جائزة نوبل. هذه هذول الاثنين اللي هم بالعام 1900 طبعا بعدين صارت قياسات جديدة وأخرى وأخرى، وجدوا أنه من الأفضل أن يرسلون قمر صناعي يقيس الكوزميك للتأكد من أنها هوموجينيس. طبعا ثلاث صفات عندك، أولا هي الثيرمال راديشن، ثيرمال يعني تقعد على بلاك بودي كير اللي هذا هو، وبالضبط طلعت 2.78 كلفن. يعني لو ترسم البلاك بودي راديشن كير لجسم ساخن درجة حرارته 2.78 كلفن يطلع هذا، وهي مبينة حتى مع البار الايرور بار، الايرور بار مبين على المنحنى. ثانيا ايسوتروبيك، اين ما توجه الايسوتروبيك هذا النضال موحد الخواص في جميع الاتجاهات، في جميع الاتجاهات هاي ايسوتروبيك. هوموجينيوس موحد الخواص في جميع النقاط، ايوه. فهاي صفاتها، واعتبر هذا الاكتشاف اكتشافا عظيما جدا، خاصة بعدما جاءت القمر الصناعي، عملوا قمر صناعي سموه كوزميك اكسبلورر COBE كوبي، كوزميك باك راوند اكسبلورر البي سي او كوزميك بي باك جراوند اي اكسبلورر. فطلع معاهم كل شيء مظبوط، وده يعني الحراره كمان مش 2.8 × 10 × 2.7 × 2.8 كل. فها هنا الناس اصبحت اكثر قناعه بنظريه البيج بانج. هي نظريه البيج بانج لما حطها قاموا وقال الكون هيك ولد يعني انفجار عظيم، هيوج اكسبلوجن اوف ماتر اند انرجي، هو قام هيك حطها. في عالم فيزيائي فلكي اسمه، وفيزيائي فلكي محترم جدا اسمه فريد هوير، كان يقدم برنامج في تلك السنوات في بدايه يعني بدايه الخمسينيات، برنامج على الاذاعه اسبوعي على البي بي سي عن الكون والفضاء. والرجل فريد هويل هذا عالم كبير يعني، فجاب نظريه الجامو وشرحها ورجع قال هذه بيج بانج، يعني the universe was created or came to being in a big bang. بدأ يتمسخر شوية على الشغل، وهي مشت بيج بانج، مشي المصطلح سموها بيج بانج على الانفجار العظيم، واستمرت الحكاية بعد ذلك. لكن بعد السبعينيات يعني هذا الحكي أيضا كان لازم أحط التاريخ هنا، اكتشف في عام 1965 بنزياس وولسن. لما صار 67 68 قامت تتكرر التجارب 70 71 72. لما أنا رحت أكمل الدكتوراه قامت تتبلور أنه هنالك مشاكل عويصة في البيت. أول مشكلة كيف ولدت هاي الحرارة والطاقة والمادة في الكون،
الأولى. إذا تروح على فريدمان موديل تقع أمام مشكلة السينجولاريتي، أنها كلها ولدت من نقطة صفر، كانت هاي النقطة تحتوي كل المادة والطاقة في الموجودة حاليا. إشي عجيب ما عقليا يعني ما إشي بالعقل. كيف أنت هاي واحدة مشكلة السينجولاريتي يعني بادي من تحت يمكن. المشكلة الثانية اللارج ستراكشر، إذا كان الكون كله راديشن بالبداية مش هيك يعني، أو كان هوموجينيس وايسوتروبيك خلينا نقول، فكيف ولدت اللارج ستراكشرز؟ يعني كيف لما كان هو سموث، نقول عليه سموث ناعم ما في تراكمات ما في اختلاف في الدنسيتي حتى يصير بالنقطة اللي بيها هاي دنسيتي شوي شوي بيصير عليها تجمع 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 تراكم ويصير مجرة منها. هي ما في اختلاف صفر يعني، كأنه very smooth the universe is very very smooth. فهاي كيف ولدت اللارج ستراكتر؟ نقصد مكرر، نقصد اللارج ستراكتر هي الجالكسيز والكلاسترز اوف جالكسيز والسوبر كلاسترز. كيف وجد الأخرى؟ سؤال كبير يطرح، إذا كان الكون بالأصل مولود من العدم، فالعدم هو الصفر، وإذا كان صفر فالصفر هو واحد، ممكن تحط لي إياه زائد واحد ناقص واحد أو زائد مليون وناقص مليون، ماشي؟ يعني معناته الكون المفروض بقدر من المادة يساوي قدر من الانتيماتر من المادة المضادة، تمام؟ حتى يصير المجموع صفر. وين صارت المادة المضادة؟ شو ما في الكون، ما في مادة مضادة، الكون الذي نعيش فيه بوزيتيف ماتر اونلي يعني. نادرا ما تشوف لك هيك بوزيترون ولا نيوترون انتي بروتون، نسبة قليلة جدا، هو موجود أنتي ماتر بالكون بس قليلة جدا، ولا تذكر واحد بالعشرة قوة ناقص كذا. الأخرى المفروض حسب نظرية ديراك أنه مع بداية الكون أو توجد ماغنتيك مونوبولز، جسيمات لها قطب مغناطيسي منفرد، يا شمالي يا جنوبي ما بيها. طب وينهم؟ ولا ماغنتيك مانيبول. هذا ديراك حكى الحكاية بسنة 1935. إيش قد صار الناس 90 سنة ولا إيش قد؟ ما وجدنا ماغنتيك مانيبول واحد. كم من التجارب أجريت، كم من التجارب صممت لاكتشاف وملاحقة الماغنتيك مانيبول، ولا في ولا ماغنتيك. يعني جزء مادة مضادة موجود بنسبة قليلة قلنا، بس ماغنتيك مونوبول ما في بالمرة. ها، وعمو ماكسويل شي يقول، يقول لك دل دوت بي يكون زيرو، ما في يعني ما في بالمرة، دل دوت بي يكون زيرو. المسألة الأخرى هي مسألة الفلاتنس، لماذا يبدو الكون هندسيا المكانيا يعني هندسة المكان في الكون؟ كيف نعرفها على فكرة هندسة المكان في الكون انه فلات؟ تأخذ ثلاث مجرات ترسم بيناتهم ثلاث خطوط، صار عندك مثلث، مجموع زوايا المثلث اذا 180 درجة فهو فلات، إذا أقل من 180 فهو متحد open أو negative curve، إذا أكثر من 180. لما أجوا عملوا هالقياسات بواسطة الخلفية الكونية الميكروية طبعا، نقاط يعني النقاط الساخنة تظهر لون يحطوها غير اللون، النقاط الباردة اللون الأحمر هيك يحطوها زرقاء،
وجدوا انه كلها وين ما تيجي تيجي فلات، مجموع زوايا المثلث، مثلث كبير يعني مثلث مئات السنين الضوئية طول الضلع، ما تفكر يعني طول قياسات دقيقة جدا، مئات السنين أو آلاف السنين الضوئية طول ذرع المثلث الدنك، يعني كيف بدك يعني ما ممكن تشكك في أن الكون فلات. المشكلة الأخرى الهورايزون بروب، شو الهورايزون؟ هورايزون بروب لما أنا شارحها هون على فكرة حطيت سلايدات هسه راح نمشي. الهورايزون بروبلم هي أنه إذا تمدد يعني الكون كان صغير، فمن المعقول أن النقاط متقاربة، وحدة تبعث إشعاع بسرعة الضوء أعلى سرعة، فالإشعاع من هالنقطة يصل هذيك النقطة، هذيك النقطة شو فيها؟ فيها ذرة، يعمل فيها إكسايتيشن، ماشي؟ هذا ممكن. طيب كيف الكون بهذا الحجم الهائل شرق غرب، تطلع شرق تطلع غرب تطلع عندك نفس المواصفات، معناته هذا الكون الهائل كوزلي كونكتد، كوزلي كونكتد نقول عليها، ولكن بسرعة أعلى من سرعة الضوء. فكيف هاي يسموها الهورايزون بروب، مشكلة الأفق، هورايزون. يعني هذه أنا حطيت هون إشي يعني the observed isotropy of the CMB is problematic in this regard. If the universe had been dominated by radiation or matter at all times up to the epoch of the last scattering. هذا يسموه last scattering، إن السطح اللي رسمته قبل شوي، السطح ثلاثي الكروي ثلاثي الأبعاد الذي كان عندما كان عمر الكون 300,000 سنة بس، هذا يسموه السطح last scattering. ليش last scattering؟ لأنه الفوتونات صار لها سكاترينج آخر وقت، آخر وقت هي بال300,000 سنة، بعدها قامت تمشي بالهواء، تمشي مش بالهواء سوري بالفضاء، تمشي مئات ملايين السنين الضوئية بدون أن يعترضها معترض، فارغ، كون فارغ. فكيف صار هذا؟ وكيف صار الكون فارغ بهالسرعة؟ وكأنما الكون مولود. شوفون خطيرة عم الضيفة، شغلة خطيرة على فكرة لو أعطاها الإنسان التأمل شوي، وكأن الكون قد خلق بهذا الحجم، يعني هو خلق كبير. طيب وين السنجولاريتي؟ لا شغلة محيرة، كيف ترتبط أجزاء الكون الهائل هذا سببيا وسرعة الضوء هي على سرعة؟ طبعا أنا حط هذا السؤال يعني لو أنا يعني أنا دا أعطيكم معلومات وكلام بمستوى التدريس وليس بمستوى التفكير والهذا، بس لما أحكي بالدكتورة لو نفس المحاضرة طيب الدكتورة أتصرف أكثر. أنا أتساءل أحيانا كيف أن الكون ممكن أن يرتبط سببيا، وحسب ما يقول لنا أينشتاين أن سرعة وهو مهيمن عليه القوة الجاذبية. لاحظون طبعا أحكيها لكم لأنه بلكت في اليوم يصير لكم فرصة تشتغلوا دكتوراه وتلاقوا واحد مشرف محترم ويتفهم وهذه، وتقدرون تصيرون يعني علماء مستقبلا. يعني قبل ما أدخل المحاضرة هون كنت أسمع عن ديراك، بول ديراك، ديراك عالم فيزيائي ما مشهور كثير، أخذ جائزة نوبل وعمره 30 أو 31 سنة، 31 أول من ترجع. ليش يعني كيف فعلا هذا الفيديو اللي شفته يبين لك ليش
الرجل هو اصلا خريج هندسه كهربائيه، يعني البكالوريوس ماله مش فيزياء، هندسه كهربائيه، بس تيسر له مشرف محترم. هو بيش شاطر؟ شاطر بالرياضيات، رياضيات كويسه معه، كلش كويسه، وعنده فهم كويس جدا للرياضيات. والرياضيات على فكره اذا ما تفهم فلسفتها ما تقدر تبدا بها، يعني ممكن تعمل شغلات زقاطات من نوع الايش، روتينيه، روتين مثلا سيريز تبسطها، ما ادري شنو تشتغل، هاي كلاوات، يعني مو كلاوات وانما هي مفيده، بس ما راح تبدع شيء. لما تفهم فلسفه الرياضيه بمعنى متى تكون معادله من الدرجه التفاضليه من الدرجه الثانيه، لازم تكون الشغله معادله تفاضليه من الدرجه الثانيه، تتوقع توقع، ها متى تكون معادله تفاضليه بس من الدرجه الاولى، متى تزيل مشكله بسبب تغيير ستراكشر الماثماتكس، الماثماتيكال ستراكشر مال الثيوري، متى، كيف، ما الذي تفعله؟ هذه الاسئله واجهها ديراك لما راح من البكالوريوس على الدكتوره، لما راح من البكالوريوس على الدكتوره واجه هذه الأسئلة. تيسر له واحد، أولا تيسر له وقت كانت في مشكلة الفيزياء قائمة للضالين مثل ما يقول، يعني مشكلة كبيرة، زين، بالكوانتم ميكانيكس كان في مشكلة كبيرة اللي هي كيفية مزج نظرية النسبية الخاصة مع الكوانتم ميكانيكس، مع لان شرودنجر عمل النن ريلاتيفستيك ايكويشن. المشكله هي والله نضال لو تطلع على هالشاب تقول له شويه، يعني خفض صوته، ناس ما عندها ذوق حتى، يا يقعد يخابر بتلفونه، ما تسمع محاضره هنا. حمينا حتى نصحح نضال نشطه. فديراك كان عنده مشكلة إدخال النظرية النسبية الخاصة ومزجها مع، ليش؟ لأن كما قلت شرودنجر عمل النون ريلاتيفستيك. هسا أفرض عندك سيستم ريلاتيفستيك ما تطبق عليه شرودنجر، ما تزبط معادلات شرودنجر. قبل ديراك اكو اثنين اسمهم كلاين اند جوردن، هذول اشتغلوا على الريلاتيفستيك. شو عملوا؟ مسكوا الاي سكوير يساوي بي سكوير سي سكوير بلس ام نوت سكوير سي تو ذا باور 4 هذه، وحطوا الاي دي باي دي تي، الاي اي اتش بار دي باي دي تي، اي اتش بار طبعا، وحطوا البي ماينس اي اتش بار دي باي دي اكس، وربى سوي، طلعت معاهم معادله من الدرجه الثانيه في المكان وفي الدرجه الثانيه في الزمان، معادله الدرجه الثانيه سميت معادله كلاين جوردن. جو يفحصوا هاي المعادله على الكونتينيوتي ايكويشن تعطيك نيجاتيف بروبابيلتي. شو معنى النيجاتيف بروبابيلتي يا عمو؟ ما بيصير. البروبابيلتي هي دائما موجبه، كيف يصير تعطي؟ فقاموا يعني يتململون من هاي معادله كلاين جوردن، يعني غير معقوله، غير مقبوله عقليا. في نيجاتيف بروبابيلتي هو ما بيصير. فاهملوها. بنفس الوقت ديراك جاي عدمن، جاي عند مشرف استاذ اسمه فلوري. فولر بش اسمه بكامبريدج، جامعة كامبريدج، كويس متفهم. فقال له هاي مشكلة بدي تحليها. شوف هون أنا ليش أعطيكم هاي المعلومات، ها،
أنطيكم حتى تنتبهون كيف الواحد ممكن ببساطة يكتشف أشياء كبرى من مفردات، بس لازم يفهم بديل. فهذا ديراك أول ما تطلع المعادلة كلاين جوردن قال هذا النيجاتيف جاية من السكوير. ببساطة إذا عندك واي إكوال يعني أو واي سكوير إكوال إكس سكوير، فأنت أو إكس سكوير إكوال تو فايف، خلي أخذ إكس سكوير إكوال تو فايف، فإنه ممكن إكس تكون فايف وممكن إكس تكون ماينس فايف. فهاي نيجاتيف ساين جاية من أن المعادلة من الدرجة الثانية. تشوف فعلا يعني الاي اصلا سكوير تساوي زائد ناقص تحت الجذر، هي هيك. فقالوا لهم هاي الرياضيات تقول لك اي تساوي زائد ناقص تحت الجذر، مش عكيفنا. اما نحن نهمل البلا، نهمل النيجاتيف ونقول ما في نيجاتيف انرجي، هذا تجاوز. فبالتالي هو جاي بسبب بلس واحد، سبب ان المعادله الدرجه الثانيه. مثل ذلك بسايك والاي زائد انا تلقوا فكره تشتغل عليها. قال لك خليني ادور اعمل معادله كلاين جوردن من الدرجه الاولى في المكان وفي الزمان ديره. فقال لك كيف اعملها من الدرجه الاولى؟ قال اخذ الجذر، أخذ الجذر مال المعادلة. لما أخذ الجذر مال المعادلة تفاضلية، اكتشف أنه لازم يستعمل ميكانيك المصفوفات، لازم يستعمل رياضيات المصفوفات. وبالفعل وجد معادلة جميلة لطيفة جدا، هي راح أكتبها بأسلوب جدا مرموز. هاي معادلة الديرة. جاما صب ميو هي أربع ماتريسات، أربع ماتريكس، كل ميو واحد اثنين ثلاثة أربعة أو صفر واحد اثنين ثلاثة. الدي صب ميو هاي هي دي باي دي إكس ميو، هي يرمزوا لها هيك يعني. والمعادلة مكتوبة على قبر ديراك في فلوريدا. ديراك دفن، توفي عام 84 ودفن في فلوريدا. وأنا ضيعت شغلة مهمة جدا من ديراك، كتبت له رسالة في عام 75، في نهاية عام 75 أذكر نوفمبر، كتبت له رسالة شخصية، مو شخصية علمية يعني، أسأله بي على بعض الأمور وأجابني بخط يده. يعني قيمة الرسالة هي ليست أنه جاوبني رسالة، ما ليس فقط جاوبني، جاوبني بخط يده، خط كتابة. بول ديراك نفسه ما غير. فناس عظماء مليانين أخلاق، مليانين، هو رجل مليان أخلاق، حتى أينشتاين كان يتعجب إنه هذا عالم كبير وما يريد يظهر، ما يحب، حتى يقال أنه كان يريد يرفض جائزة نوبل حتى لا يثير الاهتمام، يعني بدوش عليه يعني يثير الاهتمام. هاي هي المعادلة، هاي جاما. جاما تسمى ديراك ماتريس دي باي دي إكس ميو، بساي يساوي ام كتلة الالكترون، وبساي هي الستيت مال الالكترون. اشتغلت عليه هاي المعادلة على فكرة بعد ما تفكها في الفضاء المحدب، اشتغلت عليها ان كيربد سبيس تايم لما كنت اول ما رحت السنة الاولى في مانشستر. يعطوك كورسات، عشر كورسات، عشر، بعضها ساعتين بعضها ثلاث، بدك خلال فصلين تنهيهم العشر كورس. زين، طبعا ما يصير تنام بالكورس،
راحت عليه. ما شكل مهند عشر كورسات زائدا ديزرتيشن تسوي صغيرة، تلاقي لك مشرف يعطيك ديزرتيشن، عملت زين المشرف ياخذك، ما عملت زين كحشك وقالوا لك روح كمل سنة ثانية وخذ ماجستير ولا تورينا وجهك بعد. ايه طبعا. اما اذا نجحت هاي الدبلومة ينطوك دبلومة وتكمل على الدكتورة. فانا عملت هيك، انا كملت دبلومة وطعاني دوكر استاذي ستيوارد دوكر ديراك اكويجن ان كيرف ذا سبيس تايم. كل من اقول له شو معطيك بروجكت قال ديراك اكويجن ان كيرف ذا سبيس تايم يغمي علي. نحن ديراك اكويجن مش فاهميه، جايب لي ان كيرف ذا سبيس تايم يعني شو هالظلم. بس اشتغلتها ولله الحمد كويس، وكان يعني دكتور دوكر يعني مبسوط، وجبت بسبب الديزرتيشن يمكن جبت الثانية على المجموعة كلها تسلسلي الثاني. ايه علما انا رايح شهر متأخر على كورس، شهر كان كورس يبدأ باثنين عشرة كان وقتها، انا رايح ثلاثة احداش وينتهي 21/12. تخيل كورس قصير مش اربعة اشهر زي ما كورس شهرين ونص، انا مطير شهر. بس الله يسر يعني، انا وكان فضل الله عليك عظيم. تقول بالعقل، بالعقل ما تشتغل، توفيق وتيسير من رب العالمين. فنعود إلى قصدي، أنا جبت كل هالحديث حتى تشوفون آفاق العقل كيف. هاي البروبلمز راح نحكي عن مشاكلها وحلها، أنا هون عن كيفية حلها وكيف تم التصدي لحلها بواسطة نظرية أخرى جاءت مكملة، جاءت متممة للبيج بانج ثيوري. هاي النظرية وضعها رجل اسمه ألان جوث في عام 1982، وتسمى نظرية التضخم الكوني. كمان فرضية، هي فرضية لا يحل المشاكل اللي آنفة الذكر وضع هاي النظرية. المحاضرة الجاية نعطيكم لمحة عن هذه النظرية.